اسمحي لي اخد الدبابيه خف احسن عشان قوي. مش تبطل الخطف بقى؟ اتعلمته منك. انا مش انت اللي ابتديتي وخطفت قلبي؟ بعد اعملها وتتبلى عليا. انا اللي كنت في حالي وبصيت لقيت قلبي مش وياي. يا ستي احنا الاثنين خطافين. يلا نصطلح. يا هادية كانوا بيعرفوا يبوسوا. قولي لي بقى يا نونا، انت بتحب يحصل صوتي قوي كده ليه؟ يا سلام. طبعا هو في زيه راجل محترم عارف ربنا وطول بعرض. تصدق بقى ان ابوك الله يرحمه كان اول ما ينزل له فيلم في السينما يقول لي يلا البسي يلا تعالي اتفرجي على الفيلم. والله ابويا ده كان سبور. حماده الله تصوري من يوم ما اتجوزت ما عادش القعده الحلوه دي والله. يا سلام عليك. انت يا واد انت بتزق بسرعه كده ليه؟ طب تصدق بقى ان البنت ايناس مراتك دي سكره. انا ما بحبش غيرك انت يا قمر. هاتي بوسه يا واد. اختشي اختشي وتقدم بقى خلينا نتفرج على الفيلم. بسم الله يا اخويا. بسم الله عليك. انا قصرت.